الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب الاستهام في الأذان. الاستهام يعني أن يجعل الإنسان القرعة يقترع. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس، يعني من الفضل في النداء والصف الأول، يعني في أن يؤذن الإنسان، وفي فضل الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني لو لم يكن هناك مؤذن راتب، إذا في مؤذن راتب يؤذن للصلوات الخمس، خلاص ما الناس لا تختلف على ذلك. بس وصلنا إلى مكان وحان وقت الأذان وليس هناك مؤذن راتب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو علم هؤلاء ما في الأذان من فضل عند الله عز وجل لاقترعوا. كل واحد بده يؤذن، الجميع. اليوم لا، منوكد منقول مين بده يؤذن؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا، لو علموا فضل ذلك لا اقترعوا وتشاجروا على أو تشاحنوا فيه حتى يقترع من الذي يؤذن لما فيه من الفضل. والمقصود هو الحث على الأذان وما له من فضل. كذلك يقول: ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير. التهجير هي صلاة الظهر، أن يبكر الإنسان في صلاة الظهر. قال: لاستبقوا إليه، يعني لو يعرفوا فضل التهجير أي التبكير إلى صلاة الظهر وبقية الصلاة، قال: لا لاستبقوا إليه، يعني لا استسابقوا حتى يعني الإنسان يتسابق في الخير. الله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تنافس في الخير مثل هذا الأمر، قال: تنافس الناس إلى هذه الصلوات. ولو يعلمون ما في العتمة، طبعا العتمة هي صلاة العشاء، قال: والصبح، صلاة الصبح، لأتوهما ولو حبوا. إنه بيعرف الإنسان فضل ما في صلاة العشاء وفضل ما في صلاة الصبح خاصة في جماعة، لو بيعرف هذا الإنسان يوم القيامة ما له من الفضل، فلو استطاع في هذه الدنيا أن يأتي حبوا، الحبو يعني أن يزحف على ركبتيه، أو أن يحبو أن يزحف زحفا، يزحف على ركبتيه ويديه من بيته حتى يأتي إلى بيت الله عز وجل. فكيف الإنسان القادر إخواننا؟ اليوم الواحد قل له مشي لآخر الدنيا بروح وراء هذه الدنيا، أما أن يأتي إلى بيت الله عز وجل فما الذي يمنعه؟ رسول عليه السلام قال: لو هذا الإنسان ما في يجي على الفجر أو ما في يجي على العشاء إلا وهو يزحف، قال: لزحف لما يرى من ذلك من الفضل يوم القيامة. فهذه من الأمور التي ينبغي على الإنسان أن يحافظ عليها، يعني ما يستهين في هذه القضايا. فهنا طبعا فضيلة التهجير وفضيلة صلاة يعني الظهر وصلاة العشاء وصلاة الفجر وفضيلة التبكير إلى جميع الصلوات، فهذا أمر ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه، ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. هنا في مسألة يعني قضية الصف الأول، كذلك بعض الناس يعني بتشوفه يستهين في هذا الأمر، فإذا كنت أنت في الصف الأول فلا تعطي الصف الأول لغيرك، ما تقدم غيرك عليه. يقول ابن القيم رحمه الله قال: أقرب الناس يوم القيامة من الله أقربهم للإمام. كن أنت قريب من الله سبحانه وتعالى
حينما يتزاور الناس في الجنة وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى وكذا، قال فالإنسان بيكون قريب من الله سبحانه وتعالى بقدر ما يكون قريب، وخاصة الناس الذين في الصف الأول. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لو علم الناس ما في الصف الأول وإجوا كل سوا، ما بيسع الصف الأول كل هؤلاء الناس، قال لاقترع واستهم، والله لا أنا بظل ولا أنت بتظل. اليوم الناس بتتراجع. قال يعني حتى يقول العلماء حتى النساء إذا كان للنساء مكان في غير مكان الرجال فأفضل الصفوف للنساء إذا لم يكونوا مختلطين في النس مع الرجال هي الصفوف الأولى حتى للمرأة. ولذلك فكيف بالرجل؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ألا تصطفون كما تصطف الملائكة، فسألوا الصحابة رضي الله عنهم كيف تصطف الملائكة، فقال يصطفون في الصفوف الأول، يعني دائما بيكونوا يأتون إلى الصفوف الأول لما لها من الفضل. فلذلك علينا أن نحرص على هذه الفضائل حتى نجد هذا الأجر عند الله سبحانه وتعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.